أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع اليوم لقاءنا مع دكتور محمد البردعي ونتناول الملف العراقي وعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق. مرحبا بك من جديد. أهلا يا خالد. دكتور، في عام 84 حضرتك وصلت الوكالة، عام 93 تم اختيارك عشان تكون مدير عام مساعد للعلاقات الخارجية، عام 97 أصبحت مدير الوكالة. أيوه. أهم الملفات على الطاولة قدامك العراق. أيوه. ازاي الوكاله كانت بتشتغل في العراق مع العلم انه كان في قرار مجلس الامن 687 اللي صدر في سنه 91 لما كان هانز بليكس هو مدير عام الوكاله؟ الحقيقه العراق يا خالد، ودي يعني يمكن الخص العراق من 91 زي ما انت قلت، من 90 لغايه النهارده. 90 غزو الكويت. من غزو الكويت. يعني لو نبص لملف العراق من سنه 90، أو يمكن لو عاوز تبتدي قبلها، أما العراق دخلت الإيران 8 سنوات، إنما يعني بتعكس قد إيه نتائج الحكم السلطوي، سوء إدارة العالم لملفات والأزمات، وغياب العالم العربي. يعني الثلاثة دول، وانتهى الحال من بداية صدام حسين دخل 8 سنوات بدت ثروات وأرواح في إيران، بعدها دخل الكويت دولة يعني في القرن 21 رئيس دولة عربية بيخش بيحتل رئيس دولة عربية أخرى. انتهى الوضع بسوء الإدارة اللي احنا هنشوفه وهنتكلم فيه إلى داعش النهاردة. يعني ابتدينا بحاكم طاغي مستبد إلى منظمة متطرفة، وهتشوف ولو انت بصيت كده تاريخ الأحداث هتشوف التسلسل المنطقي، ينتهي الحكم السلطوي بجامعة متطرفة وبعدين نبكي ونقول ليه شايفين الجامعة المتطرفة. بس هو ما كانش مسؤول لوحده عن الوضع اللي حصل، كمان زي ما حضرتك اتفضلت المجتمع الدولي كمان كان مسؤول. طبعا لا طبعا يا خالد، ما هو سوء إدارة المجتمع الدولي، غياب العالم العربي في التعامل مع قضايا تعاملنا معها كمتفرجين أو كجزء من في حقيقة الأمر جزء من عملية التدمير. يعني الحروب دي كذلك، حرب 91 طبعا حرب 91 مبررة تماما، إنما حرب 93، حرب 2003، حرب طب 2003. احنا نشوف اللي حصل مثلا في ال 91 6/8/7 اللي كان بيسمح لكم بالقيام بتفتيش في المواقع اللي تحددها لجنة الأمم المتحدة، والهدف منه باختصار تجريد العراق من أي أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية أيضا. مزبوط. وعلى اساس الفصل السابع. مزبوط. بعد غزو الكويت طبعا كان في حاله غضب عام مبرر في كل مكان من راجل طاغيه مستبد دخل احتل دوله مجاوره. مجلس الامن اجتمع واصدر قرار يعني طبعا بتعويض الكويت بانسحاب، ودخلوا في حرب في 34 دوله كانت في التحالف سنه 91، 34 دوله انضموا لهذا التحالف ضد لاخراج صدام حسين والعراق من الكويت. بعدها صدر قرار بتعويض الكويت زي ما قلت بوقف اطلاق النار، واعطاء صلاحيات تقريبا مطلقه لسلطات التفتيش. الوكاله كانت مختصه فقط وما زالت ودائما بالملف النووي، وانشاوا منظمه اخرى، مؤسسه اخرى، هيئه اخرى اسمها الانسكوم، من التبع تابعه لمجلس الامن، تتولى الاسلحه الكيماويه والبيولوجيه والصواريخ التي طويله المدى. بدانا عملنا بصلاحيات عظيم. احنا بالنسبه للوكاله كان عملنا ما هوش صعب او يعني ما هوش سهل، انما ما هوش مستحيل، لاننا احنا وكاله من سنه 57 بتشتغل، عندنا تقاليدنا، عندنا مفهومنا يعني ايه تفتيش، وعندنا الصلاحيات اللي تمكننا ان احنا ننجز عملنا بكفاءه. كان بيتعاونوا معاكم العراقيين؟ كانوا لا في الاول برضه، ما هو دي جزء من المشكله، يعني عشان الناس تفهم احنا ليه العراق حصل اللي حصل. العراق في الاول ما كانوش بيتعاونوا معانا، وحاولوا في الفتره الاولى حوالي يمكن 16 او سنه اخفاء المعلومات عننا، وكنا عربيات تجري ورا حاجات بيهربوها في السكه يعني. ورئيس هيئه الطاقه في وقت من الاوقات اقسم لنا، بليكس كان رئيس الوكاله وكنت انا معاه، ان ما عندناش عمليات تخصيب اطلاقا، وبعدها بشهر اكتشفنا ان كان عندهم برنامج واسع للتخصيب. يعني نشأت العمليه على اساس عدم الثقه، لان العراق ما كانتش صادقه معانا في الاول. انما احنا استمرينا في عملنا بمهنيه، والحقيقه تقريبا لغايه عام 94 95 كنا انتهينا من تجريد العراق من
برنامجها النووي، ويمكن برضو عشان الناس تفهم احنا كنا مكلفين بتجريدها لان العراق ملتزمه طبقا لاتفاقيه منع انشار الاسلحه النوويه ما يكونش عندها اي برنامج نووي. بعد غزو العراق طبعا نووي للتسليح مسلح يعني اسلحه نووية للاستخدام العسكري. بعد طبعا بعد غزوها للعراق القرار مجلس الامن تجريدها من كل قدراتها النوويه كذلك، يعني مش بس يعني مش بس الاستخدام العسكري حتى المعرفه العلميه للاستخدام المدني. المعرفه العلميه ما تقدرش تاخدها منهم، انما المؤسسات والمنشات التي تمكنهم مثلا من تخصيب اليورانيوم كانوا محرومين منه بعد الغزو لان قال لك دي دوله معتديه ولا يمكن ان تسمح لها. عملنا طيب يعني انتوا في 95 كنتوا وصلتوا الى يعني اطمأنينا ان احنا كل الاساسيات البرنامج النووي العراقي اصبح تحت السيطره او يعني تم تجريد العراق منه. وبلغتوا الكلام ده؟ وبلغنا طبعا ان احنا بنبلغ كنا اعتقد كل 6 اشهر في مجلس الامن، كنا على يعني تقارير دوري لمجلس الامن. المشكلة كانت أساسا في لجنة أنسكوم، ولجنة أنسكوم اللي هي متولية زي ما أنا قلت حكاية طويلة الكيمائي والبيولوجي، ودي يعني كانت طبقا تابعة لمجلس الأمن من خبراء من الدول تم تشكيلها على عجالة، وللأسف يعني خبراء ولا جواسيس؟ يعني للأسف تم اختراقها من جانب أجهزة مخابرات، دي كانت جزء من المشكلة. وفي النهاية هذه اللجنة فجرت نفسها، يعني اتفجرت في الآخر سنة 98 اتفجرت اللجنة دي، ومجلس الأمن عمل لجنة جديدة خالص وشالها لأنها بسبب الخلاف يعني الشكوك أو يعني مش الشكوك أقرب حقيقة أنها كانت تم اختراقها، أنها ما كانتش محايدة في عملها. طبعا في شكاوي كانت كثيرة جدا من اللجنة دي، يخشوا المساجد، يخشوا الكنائس بدون سبب مبرر، يعني في أوقات الأعياد أصروا على أنهم يفتشوا قصور صدام حسين. يعني كل دي كانت عمليات الحقيقة استفزازية في رأيي، أما ببص عليها وقتها والنهاردة عمليات استفزازية لم تشارك فيها الوكالة على الإطلاق. وكان إحنا حقيقة كان عندنا إحنا كوكالة، يمكن ده ما كتبتوش ومش معروف، كان عندنا مشاكل كتيرة جدا مع لجنة الأنسكوم دي كوكالة. زي إيه؟ لأنه يعني هم اللي بيمدونا بالإمدادات اللوجستية وأحيانا المواقع، يعني مجلس الأمن لأنها اللجنة دي كانت مشكلة طبع مجلس الأمن، مجلس الأمن حب يديها صلاحيات واسعة شوية، أو بمعنى أصح الأمريكان حب يديها صلاحيات واسعة شوية عشان يبقى برضو لها بعض السيطرة على الوكالة. يعني الوكالة طول عمرها معروفة أنها حرفية مهنية عندها استقلالية، فقال لك نعمل اللجنة دي برضو هتبعنا شوية وتحط إيدها شوية على الوكالة بتعمل. فكان عندنا مشاكل، إنما مش احنا متعودين مشاكل، بس عملت مشكله اكبر، مش مجرد مشاكل بس. وصلت لحد شكوى العراقيين، وصل الامر لما ريتشارد باتلر رئيس الفريق قدم تقريره لمجلس الامن في 98 قال انه العراق لا يتعاون بالشكل المطلوب، وبناء على اللي قاله في تقريره الولايات المتحده وبريطانيا قام بضرب العراق عام 98 مزبوط. عملية ثعلب الصحراء. طيب مدى شرعية الضربة دي؟ يعني شرعية الضربة 6-8-7 لا يسمح شرعية بذلك. الضربة احنا دلوقتي اصبح يعني في قواعد المادة 51 من الميثاق الامم المتحدة بتحدد بصرامة امكانيات استخدام القوة، وهو اذا فقط حق الدفاع الشرعي عن نفسك لو عليك عدوان او قرار من مجلس الامن. ده ولا قرار من مجلس الامن، دول هم فسروا تفسير خاطئ تماما ان قرار صدر 91 يسمح لهم انهم ياخدوا ضربه منفرده، طبعا مخالف زي تمام ما حصل سنه 2003، يعني نفس العمليه الاستخدام زي ما حصل في كوزوفو في كذا، يعني في حالات طبعا الناتو اما دخل في كوزوفو ما كانش في قرار مجلس الامن. يعني مجلس الامن بقى كان فين سنه 98؟ ما هو اصل الناس اللي يعني مجلس الامن ال 15 نفر عادي كانوا فين سنه 98 لما امريكا ضربت؟ وهم عارفين انه ده غير شرعي طبعا. يعني قصدي ما هو دي جزء هنتكلم عليه يمكن من المجتمع الدولي وانقسامه ونوعية يعني زي في أحيان كتير شايلني وشايلك، أو إذا كان الدولة قوية مش هقدر أو عندها فيتو، إنما كل ده بيؤدي إلى تقويض مصداقية
المؤسسات الدولية. المؤسسات. طيب حضرتك بعد كده قدمت ورقة غير رسمية لمجلس الأمن لوضع أسس وأطر لعمل المفتشين في العراق لتستعيد المنظمة الدولية المصداقية في العمل، ومع ذلك هجمت من الولايات المتحدة. مظبوط، قدمت ورقة سميتها يعني عدم ورقة، في حاجة في التقديم اسمها نون بيبر، إنما قدمت الورقة لمجلس الأمن في أثناء بعد ما شفنا إزاي اتفجرت لجنة الأنسكوم وفقدت مصداقيات، قدمت ورقة لأعضاء مجلس الأمن كلهم، والحقيقة كانوا كلهم متفقين مع الآراء اللي فيها. أنا يعني أنا بتكلم على أنه لازم دول يكونوا موظفين دوليين زي موظفي الوكالة، ولازم تكون تحت إشراف مش مسيسة وغيره وغيره. الولايات المتحدة أيوة استشاطت غضبا في هذا الوقت، وهددت أنهم هيكتبوا عني في الجرائد، ويعني المهم إنما بس واحدة واحدة هددت إزاي؟ يعني حصل اتصال مباشر بينك وبينهم وقالوا لك أنه إحنا جالي السفير الأمريكاني في فيينا، يعني مش هخش في تفاصيل. لا هو مهمة، ما دي الدولة العظمى اللي بتدينا دروس في الأخلاق والمبادئ. السفير الأمريكاني وقال لي إن يعني وزارة الخارجية مستاءة تماما، إزاي هم الورقة دي أنت قدمتها من غير ما نعرف إن أنت بتشتغل في ورقة. قلت له أنت مش شغلتي إن أخبرك أنا هعمل إيه، أنا بقدمها. أخذ بها مجلس الأمن، أخذ ما أخذش وهدوا يعني كلام، يعني انه ممكن يكتبوا عليا بقى، يطلع على جماعه المحافظين في هذا الوقت كانوا اللي بيشتغلوا في نيويورك تايمز والواشنطن بوست يكتبوا ويهاجموني. يعني هم كمان بيستخدموا الاعلام لاغراضهم السياسيه اللي بتخدم الدوله. يعني انا برضو دي الحقيقه كانت ايوه انا ما فكرتش في الحكايه، انما هماش يعني الاعلام ما هوش 100% مستقل. يعني هم عاملين ما بيقولوا احنا مدرسه في الاعلام عشان نعلم. قدامنا لسه سكه، كل الدول قدامها سكه يا خالد. طيب في 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 98 مش العراق هو اللي طلب من المفتشين يغادروا الـ 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 لا الـ الـ العراق لا مش العراق اللي طلب. سنه 98 لا سنه 98 اعتقد انه الولايات المتحده نصيحه او طلب، الولايات المتحده طلبت ان احنا نمشي المفتشين حفاظا على سلامتهم. وانا اتصلت ده قبل الضرب على طول، قبل الضرب قبلها بيوم او قبلها يمكن كذا ساعه، واتصلت انا قلت لك احنا كنا معتمدين على اللجنه الثانيه في اللوجستيه، ما اقدرش اقعد في العراق لوحدي، وهقعد في العراق انا مسؤول عن الناس دي. اتصلت بكوفي انان، واتصلت كان برئيس مجلس الامن والكلام ده، واصدرنا قرار بالمفتشين اظن ايامها في 98 راح قبرص. هو اتفاجئ كوفي انان لما قلت له في طلب امريكي بينصحنا؟ ما اتفاجئ الحين، كان على ما اتذكر كان هو في المغرب، وكلمته في نص الليل اظن ولا 3 الصبح، وقلت له ان في طلب موجه لنا وموجه للجنه الثانيه ان احنا نسحب الفتاه. طبعا لا، يعني ده معناه انه ما حدش كان عارف انهم ناويين يضربوا العراق. لا ما حدش كان عارف، لانه يعني في الضربه دي ضربوا العراق لمده اربع ايام اكثر من 400 صاروخ غير الغرق. ما نعرفش طبعا. طيب راحوا المفتشين غادروا العراق لحد 2000 لغايه 2002 لغايه 2002 لحد ما صدر قرار من لغد ما صدر، وبدا الضغط مره اخرى على العراق. في الضغط بدا بقى كذلك يزداد بعد احداث سبتمبر 11، وان صدام العراق مره اخرى كمصدر للارهاب، وان صدام والعراق يعني في هذا الوقت بس او النظام صدام حسين لابد من انه يحجم، وانه بيعيد مره اخرى بإعادة بناء أسلحة الدمار الشامل بتاعته. وبالتالي كان بدأ الضغط القوي عليه، وقبل قرار جديد اسمه 1441، وطلب من الوكالة واللجنة الجديدة اللي اسمها أنموفيك، وكان فيها رئيسها عين في هذا الوقت هانز بليكس اللي كان رئيس الوكالة قبلي، إن احنا نروح نشوف هل في خلال الأربع سنين دي العراق أعادت مرة أخرى بناء أسلحة الدمار الشامل اللي المجلس الأمن قرر قطعيا إنها ما تكونش عندها أو لا. إحنا رحنا في نوفمبر لغاية قعدنا لأربعة أشهر، يعني كان عملنا مستمر وأصدرت. طب لما رحتوا اكتشفتوا إن العراق أحيا البرنامج بتاعه؟ لا خالص ما أحيا شيء. لقينا العراق الحقيقة البنية التحتية بتاعته مهلهلة، يعني حتى العلماء اللي كانوا بيروحوا وجدوا العراق مش هو ده العراق اللي شافوه سنة 91. العراق 91 مكان، وكان الحقيقة يعني لا إحقاقا للحق العراق كانت فيها نهضة قوية، يعني كان عندهم طاغية مستبد إنما كان عندهم نهضة. أنا لما رحت أظن يمكن برضو 91 92 أول مرة، يعني
شوارع عظيمة، مباني ممتازة، نخبة لا كان رغم أنه كان بقاله سنين طويلة في حربه مع إيران، 8 سنين تقريبا، وكان عندهم فلوس، كان عندهم فلوس، وكان في نهضة في العراق، نهضة يعني مش نهضة إنسانية إنما نهضة علمية علمية كان، وكان العراق عندهم ناس كتير قوي تعلمت في الخارج وعلماء يعني. الحق للأسف سوء الحكم برضو أدى إلى اللي احنا شفنا. المهم رحنا هناك وكان عملنا ماشي يعني بالطراد، وكنا بنقدم أنا وهانز بليكس تقارير أعتقد كل 3 أسابيع أو كل شهر لمجلس الأمن إن عملنا بيتقدم وكذا وكذا. إنما طبعا انتهينا قبل يعني في 4 أشهر، مع 3.5 أشهر انتهينا إن عملنا يعني. أنا فاكر في أحد الجلسات أظن في فبراير يمكن طلبت من مجلس الأمن، وده موجود في مجلس الأمن، اعطوني 10 شهور هي استثمار للسلام، لأن أنا كنت شايف إن إحنا هنخلص بناء على تقارير زملائي اللي هم الفنيين، إن إحنا كنا يعني عاوزين 2-3 شهر وننتهي إلى نوصل لنتيجة إن العراق خالي تماما أو لم يعيد مرة أخرى بناؤه، إنما ما ادونيش يعني. أنا كنت عاوز يعني أنت لحد نقول اجتماع مجلس الأمن اللي سمعنا فيه خطاب كولين باول الشهير. أيوه. اللي حط فيه صور وشوفه. أيوه. وشوفه لحد اللحظة دي الوكالة ما كانتش قادرة تحدد إذا العراق ما عندوش برنامج خالص. لا يا خالد، دي برضو ما هو لازم الناس تفهم، أنت عندك برنامج يعني، ما يقولك بس أنت عندك بلد قد كده، لازم تقول لي، ودي مسؤولية كبيرة، تقول لي عنده أو ما عندوش، دي مسائل تتعلق بالحرب والسلام، ما عنده أو ما عندوش سلاح. بيبقى في برنامج الخبرة عندي حطه، أنا محتاج أروح 500 موقع، محتاج أعمل 30 مقابلة، محتاج أخد عينات من هنا وهنا، ما كناش خلاص، محتاج أجمع المعلومات وحللها وتحليل بيئي ورصد بيئي وكل هذا الكلام. فطبعا ما خلصش، ولذلك حتى أنا كنت كل تقرير مجلس الأمن يشوف أقول حتى يومنا هذا، يعني انا كمفتش اقدر اقول لك انا شفت ايه لغايه النهارده، ما اقدرش اقول لك بكره، منطقي، وما اقدرش اقول لك ان انا خلصت قبل ما اكون عملت كل اللي هو العمل الفني المهني الذي يتطلبه عمليه تفتيش دقيقه. طيب لحد يوم الجلسه بتاعت مجلس الامن الشهيره ديت، الخلاصه اللي حضرتك اديتها لمجلس الامن ايه بالظبط عن حجم وجود او عدم وجود برنامج نووي عراقي؟ أنا على متذكر يا خالد قلت إن حتى يومنا هذا لم نجد أي دليل على إن العراق أعاد مرة أخرى بناء برنامجه لأسلحة الأسلحة النووية، وأن طبعا لا نرى أي خطر ولا حل ولا غير حال، ما فيش شيء، ما كانش موجود. هانز بليكس ملفه كان يمكن أصعب شوية، لأن كان الأسلحة الكيميائية البيولوجية العراق دمرتها، وإنما ما احتفظتش بوثائق، فإنما كان بيحرص تقدم مضطرد، وقال برضو أن مش شايفين أي خطر، ما فيش خطر حال فين. وكنا بنتكلم هذا الكلام في جميع، للأسف برضو الإعلام، أنا أرجع يعني الإعلام، أي فرصة نصحح دلوقتي، الإعلام كان يعني زي ما يقولوا مشتري الرواية الأمريكية والإنجليزية، وكان طبعا ودول عنده يعني تتعلم طبعا الإعلام الأمريكي وقوته، كان إن صدام أكيد عنده أسلحة دمار شامل، إن المفتشين يعني ما هماش بالحرفية الكافية إنه يكتشفوا، وهذا الكلام. لا ما هو هنا مهم نقف شوية عند اللي قاله كولين باول، لأنه كان خطير، وكمان مش عارف ممكن نوصف أخلاق وزير خارجية وهو بيتكلم الكلام ده إزاي. يعني حضرتك في كتابك بتقول إنه كولين باول أو عندك معلومات إن هو وصلت له معلومات مثلا عن أنابيب الألومنيوم اللي فسرت على أنها هتستخدم في صناعة في البرنامج النووي العراقي، هو قال إن هي مواصفاتها أعلى من مواصفات الأنابيب الألمونيوم اللي بيستخدمها الجيش الأمريكي لصناعة الصواريخ، وبالتالي خدها كدليل على أن العراقيين عايزين يستخدموها في السلاح النووي، رغم المعلومة اللي وصلته قبل الاجتماع أنه هي بنفس مواصفات الجيش الأمريكي، بنفس مواصفات الأنابيب الموجودة عند الجيش الأمريكي، ومع ذلك كذب على الناس. يعني الحقيقة واضح أن المعلومات اللي كانت اتعرضت، وده واضح تماما النهارده لما الواحد بيبص لورا ستة تشوف يعني انها معلومات مفبركه، يعني قالوا عندهم
معامل متحركه للاسلحه البيولوجيه وعرضها كان، انا فاكر كولن باول ده مش اختصاصي، انما واتكلمونا قالوا انهم استوردوا من النيجر يورانيوم. ما اخدتش 6 ساعات، يمكن انا ما كاتب هذا الكلام عشان الجماعه بتوعنا بعد ما قعدنا القلوب طب ادونا الوثائق، ما اخدتش 6 ساعات يكتشفوا انه عمل وثائق مزوره كامله. عمليه اللي هم الحاجه الثانيه اللي قالوا عليها، ودي ده بوش اتكلم فيها في اللي هو بحاله الاتحاد الخطاب الرئيسي السنوي، اتكلم على اليورانيوم من نيجر. ايوه كان على اليورانيوم من نيجر، وهو يعلم يوم قبلها ان انا قلت انها مفبركه. يعني كانت يعني العمليه كلها الحقيقه داخل سواء في داخل المملكه المتحده او الولايات المتحده، عمليه تحليل المعلومات عن العراق سواء بالنسبه لنا او بالنسبه اما بلير قال انه ممكن يدمروا مش عارف لندن في 24 ساعه عرب. سلاح كيماوي يقدروا يستخدموا، وبعدين يقول انا اسف النهارده انا معلومات وصلتني خطا. طيب انت اسف، انما طب اقول ايه للناس اللي ماتت؟ اقول ايه للناس اللي اتدمرت؟ مهمه قوي، لان حضرتك كمان بتتكلم على ضروره محاسبه المسؤولين عن قتل المدنيين. لكن قبل كده اذا سمحت لي نبص في مرايه ونحاول نعمل انتقاد للذات. هل في رايك الان بعد الفتره اللي عدت دي، هل اخطات الوكاله في اي شيء في دورها في العراق؟ لا. يعني مثلا البعض بياخد على الوكاله انه بعض تعبيرات حضرتك كانت دبلوماسيه في وقت حساس، في وقت الامريكان عايزين يستغلوا كل كلمه ممكن تخرج من حضرتك عشان يستخدموها كسلاح ضد العراق. انت مثلا لما اتكلمت عن الانابيب الالومنيوم قلت فعلا العراق ما طورهاش وهي قابلة للاستخدام العسكري العادي. لكن لما كلمت عن الوثائق شراء النيجر، شراء اليورانيوم من نيجر، قلت دي وثائق غير صحيحة بس ما قلتش مزيفة مثلا. لا لا not authentic، لا بالانجليزي انا not authentic يعني ما هيش صحيحة طبعا. انا يعني برضو ما احناش في قهوة بلدي يا خالد، احنا قاعدين بنتكلم في مجلس الامن بنتكلم بلغة ايوه دبلوماسية زي ما تسميها، انما لغة واضحة وصريحة. اما اقول ان not authentic يعني مزورة، ما هيش وثائق سليمة، لا كان معروف ده. وبعدها بتاني يومها حتى طلع تشيني بعدها بيوم قعد شتم في الوكالة، وان احنا الوكالة ما شفناش البرنامج النووي سنة 91 وده صحيح ما شفناهوش. نعم. بس ما شفناهوش ما كانش عندي صلاحيات يعني، لا كانت عمليه تزوير تام يعني. اما دلوقتي بتبص لمرحله العراق، هذا القرار واضح انه كان متخذ بعد احداث 11 سبتمبر، ان لابد من معاقبه دوله عربيه عشان ما يتصوروش او يكونوا او دوله عربيه ومسلمه عشان ما يكونوش تحت الوهم ان احنا كغرب دول ضعيفه. وهم اتضربوا في 2011 وعملت لهم طبعا زي ما كلنا عارفين يعني التحليل السيكولوجي بتاعهم اتغير، واختاروا العراق انها يعني الاول راحوا افغانستان، بس اختاروا العراق على اساس انها مش بس انها ممكن تتضرب، وكان صدام حسين قاعد وبيطلع كل يوم ببيانات ضد وضد الغرب وغير، انما قال لك العراق الى حد كبير دوله علمانيه وممكن تكون قاعده. ده بقى تفكير اليمين المحافظ اللي انا سميتهم اليمين المجانين الجدد. يعني المجانين الجدد ده في رأيي أنا تصوروا أن أما أضرب العراق وأضرب دي كدولة علمانية قوية هتكون بذرة لنشر الديمقراطية في العالم العربي. الفوضى الخلاقة اللي كانت بتتكلم عليها كوندوليزا، الفوضى الخلاقة اللي كانت بتتكلم عليها كوندوليزا، الفوضى الخلاقة ولا وإنها دي بقى هتضرب وأيوة وتتحول إلى يعني أما يخلص من صدام حسين ويبدأ إعادة النظام جديد في العراق سيؤدي إلى ديمقراطية في العالم العربي، تنتشر الديمقراطية وفكر الديمقراطي. النتيجة النهاردة بدل ما انتشر فكر ديمقراطي طلع من العراق داعش. يعني مثلا لما كولين باول استخدم عبارة من اللي حضرتك استخدمتها، قال إنه الدكتور برادي قال إنه الإعلان العراقي بتاريخ 7 ديسمبر لم يوفر أي معلومات جديدة متصلة بمواقع أبو مواضيع معينة لا تزال عالقة منذ 98. أي. وخد ده كدليل على أنه في موضوعات مهمة جوهرية، هو في مقدمة الكلام الجوهرية لكن في المضمون استخدم المقطع ده يعني تلاعب بالكلام.
مش يمكن لو كانت الجملة اللي حضرتك تصيغها بشكل أدق، بمعنى أنه المواضيع العالقة مواضيع غير جوهرية أصلا؟ لا ما هيش جوهرية، لأنه في نوايا غير واضحة غير سليمة الأمريكان. كل الكلام ده كان كلام دقيق، إحنا بنشتغل في إطار فني، ما أقدرش ولا زي ما أنا بقولك مانيش قاعد لها ولا إن أنا بحاول ألعب بالألفاظ، إنما أنا بتكلم اللغة اللي هي بنستعملها في الوكالة بقالنا 50 سنة. كون هو حاول يتلاعب بالألفاظ، طب ما هو زي ما أنت بتقول 91 أو 98 راحوا ضربوا العراق استنادا على قرار تفسير لا صلة لها بالقانون. فيعني ما هو أي شيء أنت ممكن تتلاعب به، إنما إحنا كنا واضحين، وبليكس هانز بليكس كده واضحين إن إحنا ما شفناش أي شيء في العراق إطلاقا، إن العراق عاد بناء أي من أسلحة الدمار الشامل، ما شفناش أي خطر حال من العراق قادم. كان في مسائل معلقة، كان في مسائل معلقة إنما غير جوهرية. وطبعا لما تشوف أنا حسب المشكلة، بس كلمة غير جوهرية ما كانتش موجودة في العبارة اللي استخدمها. لا أما تشوف المسائل دي محددة يا خالد، أصل برضو أنا بتكلم، أنت بتتكلم على مثلا عندنا 10,000 تقرير من 91 لغاية النهاردة. نعم. مش هقول إنها عدم جوهرية، لأن المسائل دي محددة، كانت 3 مسائل فارغة حقيقة، يعني مش فارغة، إنما يعني ما هياش مسائل، إنما المسائل دي موجودة في تقاريرنا. هو المشكلة إن أنت بتتكامل على موضوعات فنية ومعقدة جدا بقالها من 91 النهاردة، يعني مثلا ل 2003 12 سنة، ومن 91 ل 2003 12 سنة، من 91 ل 2003 ايوه 12 سنة تقريبا 13 سنة، ويعني بيشتغل فيها مثلا 500 نفر في مسائل. وعشان تفهم بطن النظام ده لازم تكون قاري كل التقارير دي، وهي عمليه مش سهله. انما مجلس الامن اما تشوف وثائق بتاعته، تشوف تقارير مجلس الامن. لا انا وانا بتكلم على زملائي الحقيقه، انا كنت رئيس وكاله، انما بشتغل معايا ناس انا فخور بيهم، انهم يعني احنا الوكاله النهارده لما تبص في اي مكان في الدنيا ليها مصداقيه طبعا كبيره، وعن دورنا في العراق. يعني احنا اما اخذت الوكاله جائزه نوبل، جزء كبير منها نتيجه عمل الوكاله في العراق ووقوفها ضد الولايات المتحده. طيب ده طبعا ما منعش كولين باول انه يستخدم بعض الجمل المجتزئه ويحاول يحط عليها ما يقدمه كأدلة مصدرها أجهزة مخابرات أمريكية وبريطانية، عشان يحاول يوهم الناس بأنه العراق بيمثل خطر حقيقي. ومع ذلك ظهرت دول زي فرنسا وروسيا والصين عرضت بشدة التفسير الأمريكي وحذرت من الحرب في العراق، وكانوا العراقيين حاسين أنه الحرب قريبة. وده كان محور العشاء، ممكن نسميه العشاء الأخير اللي كان خلال زيارتك لبغداد، اللي كانت أيام بعد جلسة مجلس الأمن وحديث كولين باول. اسمح لي حنتوقف عند التفاصيل، لكن بعد فاصل لو سمحت. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمتابعة الحوار مع الدكتور محمد البردي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع حوارنا مع الدكتور محمد البردي. دكتور محمد، كنا بنتكلم عن جلسة مجلس الأمن قبل الفاصل، واللي قاله كولين باول بعد الجلسة. طبعا كان حصل انقسام ما بين أعضاء مجلس الأمن، وسمعنا خطاب فرنسا الشهير اللي كان على لسان وزير الخارجية في حينه دومينيك دوفيلبان بيحذر من مغبة القيام بضربة عسكرية ضد العراق. بعد الجلسة كان في اجتماع صغير، كان في غدا، انت حضرتك حضرته، جماعك انت ودومينيك دوفيلبان وزير الخارجية الفرنسي وكولين باول، ايه اللي حصل فيه؟ يعني هو برضو ما حصلش انقسام خالد، مجلس الأمن كان باستثناء الولايات المتحدة وانجلترا واسبانيا في هذا الوقت، مجلس الامن كله كان فاهم. يعني انت بتقول يمكن احنا كلامنا مش واضح، بليكس مش عارف الجم، مجلس الامن كله كان فاهم. مجلس الامن اللي مش عاوز يفهم بيفهم، اللي مش عاوز يفهم لانه عنده غرض في نفسه يعقوب، ده وضع وعايز يكرر تجربه 98 زي 98 و2003، وممكن تفسر زي ما بنفسر اي شيء، ممكن تفسره داعش النهارده بتفسر القران انه يقتل الناس. طيب اللي حصل في اللقاء بقى يعني انما اللي حصل في اللقاء ان عاده بعد المجلس سكرتير عام الامم المتحده بيعمل غدا، وكان غدا يعني الاعضاء الرؤساء الوزراء الخارجيه كانوا ايامها كل المجلس مجتمع على مستوى وزاره الخارجيه. وديفل باب بعد سمع كلمه طبعا كولين باول وخلافه، فقال له طلع في الغدا، يعني قال له انا احب اقول لك ان انتوا ما تفهموش، انتوا مش عارفين العراق. العراق دي دولة هارون الرشيد، وممكن تدمروها في اسبوع
إنما هتاخدكوا جيل كامل إذا دمرتوها عشان يعاد بناءها. يعني زي ما يكون بيشوف الغيب والله. وكولين باول ساعتها قال له طبعا انت مين اللي بيقول على الضرب ومين اللي بيقول احنا ما مش بنتكلم، رغم كل الخطاب رغم كل اللي قاله أدلة عشان يضرب. يعني لا هو يعني انا كتابي حتى اسمه عصر الخداع يعني او زمن الخداع، يعني لان اما فعلا بتشوف هذا الكلام كله يعني الحرب دي قامت طبعا على اساس خداع، اللي عمله صدام حسين كان في الكويت على اساس خداع، اللي عملوه البرنامج اللي عمله بمخالفه اتفاقياته على اساس خداع. انما برضو احب اقول ان صدام حسين سنه 81 كان عند العراق، مش صدام حسين، العراق كان عندها مفاعل فرنساوي للابحاث، اسرائيل ضربته سنه 81 ضربته بالكامل، وده مفاعل سلمي للاغراض السلميه، انما لانها مش عاوزه اي دوله عربيه في هذا الوقت ويمكن انها يكون عندها التقنيه المعرفه النووي ضربته. يعني هل صدام حسين بدا هذا كله برنامجه أسلحة الدمار الشامل بعد ضرب إسرائيل؟ سؤال مطروح. طيب معلش حضرتك بتاخدني مرة تانية للبرنامج في لما اكتشفتوه ووصلتوا المستوى كان برنامج يعني فعلا خطير، يعني كان ممكن برنامج متقدم؟ لا برنامج يعني بالنسبة للسلاح، بالنسبة للسلاح النووي أو بالنسبة للقدرة النووية لا برنامج، يعني هنتكلم يمكن عن ليبيا بعدها لا يقارن، لا يقارن خالص. إنما لا كان ممكن في ظرف مثلا سنتين وثلاثة ممكن يكون عنده القدرة على صنع سلاح نووي، كان عنده أسلحة كيماوية، كان عنده مواد بيولوجية، أسلحة بيولوجية. لا يعني حضرتك في 95 لما تأكدت أنه هو تقريبا واقف كل حاجة كان ممكن بعد سنتين ثلاثة في 95 يكون قادر؟ من سنة 91 احنا تدخلنا سنة 91 يعني لو ما كانش دخل الكويت كان ممكن بعدها 3-4 سنين يبقى عنده سلاح نووي أو كان عنده سلاح كيماوي وسلاح بيولوجي. كان لكن الوضع اختلف بعد اللي حصل، اختلف لأنه دخل بعد اللي حصل الغزو والقرارات مجلس الأمن والرغبة الأمريكية. طب في لقاء تاني أعتقد أنه مهم قوي جمع حضرتك بهانز بليكس بالرئيس الفرنسي في باريس، إيه اللي حصل فيه؟ رئيس فرنسي جاك شيراك. جاك شيراك الحقيقة راجل يعني راجل محترم، وكان فرنسا واخدة موقف الحقيقة عظيم، هي وألمانيا الحقيقة يعني في أثناء مناقشات مجلس الأمن اللي أنت بتتكلم عليها دولت كانوا أكنهم جزء من عمل الوكالة ومن عمل لجنة هانز بليكس الحقيقة، في مش من عملنا إنما يعني عندهم بيشوفوا الحقيقة بيقرر الواقع على أساس اللي هو شايفه، وما كانش عندهم هدف سياسي، وما كانش عنده هدف إنه يضرب دولة عربية، وما كانش عنده هدف إنه يخش حرب غير مبررة، وكان فاهم زي ما أنا اتكلمت على ديفيل باك، كان فاهم تداعيات يعني إيه حرب، تداعيات قال له كده أنت مش فاهم دي دولة هارون الرشيد مش فاهمها، كان بيدي له نصيحة من القارة العجوز. رحنا لجاك شيراك، احنا كنا عاملين زي تجار الشنطة انا وهانز بليكس في الثلاث اشهر ونص دي ما بين مجلس الامن، ما بين انا شغلي في فيينا، ما بين هو وشغله في نيويورك، ما بين البغداد، بنروح بغداد رايحين جاي، هنرجع لبغداد والعشاء الاخير، ورايحين بنلف على الدول الكبيرة يا اخواننا بيزيكلي، يعني يا اخواننا ساعدونا احنا مش شايفين حاجة، وبيقولوا في أسلحة دمار شامل محدش بيدينا معلومات، وشامعين كده في أجواء إن عاوزين يخشوا حرب، طب نعمل إيه؟ ورحنا قابلنا شيراك قلت له نفس الكلام ده، قلنا له يعني إن إحنا بيقولونا إن في أسلحة دمار شامل ومحدش بيدينا أي وثائق ولا معلومات ولا أدلة على إن في أسلحة دمار شامل. فبسلنا شيراك الحقيقة يعني هو كراجل طويل وسيم وليه هيبة رجل دولة قوي ليه هيبة الحقيقة، وقال لنا بصيري أنا وهانز بليكس وقال عارفين ليه ما بدكوش، كان قاعد معاه مدير مخابرات الفرنساوي، قال عارفين ليه ما بدكوش معلومات، قلنا له ليه، قال عشان ما عندهمش. الراجل مدير مخابرات الفرنساوي وشه وقع تقريبا فعلا، يعني كان بيبص للسجادة مش عارف يرش وشه فين، وبعدين قال لنا كذلك الحقيقة عشان كده دي الناس برضو الواحد يتذكر ايامها كانوا بقى بوش الصغير يعني بيقول ان الابن انه الامم المتحده ستفقد مصداقيتها وستصبح ستهمش لو ما اتخذتش موقف في مواجهه صدام حسين وغيره وغيره. قال شيراك برضه قال
مصداقية إيه وشرعية إيه. الأمم المتحدة تستمر هي صاحبة الشرعية إذا حصلت حرب. النتيجة الوحيدة إن أمريكا ستصبح دولة خارج عن القانون. فكان الرجل شيراك قالها كده قبل ما تحصل الحرب. إذا استمر إذا دخلت الحرب كل اللي هيحصل إن الأمم المتحدة لن تفقد أي شرعية، وإنما أمريكا ستصبح دولة خارج القانون. توجهت حضرتك للعراق بعد كده واجتمعت بعدد من المسؤولين العراقيين على عشاء، وده كان بعد جلسة مجلس الأمن وكلام كولين باول، وكان في شعور يعني كان يبدو أنه في قناعة عند العراقيين أنه الضربة جاية. يعني الوضع برضو في العراق، يعني الواحد دي هل أحيانا كان في بطء في التعاون، وعمري أنا الحقيقة ما فهمت البطء في التعاون، ومعنا ومش ومع أكتر مع لجنة هانز بليكس في الكيميكال في الأسعة الكيميائية، كانوا شاكين فيهم قوي وكان يساء معاملتهم. لا 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 أولا لما أنا بتكلم عن اللجنة الثانية في أمبوفيك، هل لأن كان النظام ما فيش قرار ممكن اتخاذه بدون موافقة من صدام حسين فكان لازم يطلع وينزل عشان يعمل أي شيء، هل لأنه كان عارف أنه هو ما عندوش سلاح وبالتالي ما عندوش حاجه يقولها، وبالتالي ما يهمنيش اقعد يعني ما اخلي هيبتي وكرامتي ما اقعدش اجري، او ان عاوز يترك برضو الانطباع ان انا يمكن عندي حاجه عشان ما يضربونيش. انا الحقيقه مش عارف، يعني ممكن تفسرها في تفسيرات مختلفه يا خالد. طلبت منهم انت تفسير في العشاء ده؟ انا كان اللي كنت بشوفه كان طه ياسين رمضان اللي هو للاسف يعني اعدم نتيجه في التغييرات اللي حصلت، وهو كان راجل عسكري يعني، وكان بيقابلنا لابس حاطط المسدس في جيبه وقاعد، والاول ومره كان انا فاكر في مقابله ليه معاه هو هانز بليكس، واتكلم معانا وقال ان دول ناس بيجوا يتجسسوا علينا او بيكتبوا هذا الكلام بقى العراقيين واحنا ومش عارف. فالحقيقه انا حتى يعني بطلت قلت لهانز بليكس سيبني انا هتكلم عربي معاه، كلمته عربي بقى كلمنا مصر يعني عربي، قلت له شوف يعني الكلام ده انت بتقوله ده ما بيخدمكش ولا بيساعدك ان انت تتهم الناس دي انهم جواسيس وتتهم وان احنا انت ساعدنا عشان نساعدك لان انت شايف اللي بيحصل. والحقيقة لقيت بعدها يعني التون اتغير خالص وفهم ان احنا لهجة الكلام والصور فهم اللهجة اتغيرت وفهم، وانا انا فاكر يعني اتذكر دي وانا ماشي قال لي بارك الله فيك وبسني بالأسلوب العربي العطف. يعني حاولنا الحقيقة، وأنا مش بتكلم على نفسي وهانز بليكس، حاولنا بقدر الإمكان مع العراق، إنما طبعا هم برضو دي ناس مثقفة وناس علماء يعني، وكانوا وناس لهم خبرة وكانوا حاسين العملية أكبر من عملية تفتيش، يعني إن إحنا ده اللي قالوه لكم أثناء العشاء الأخير ده، يمكن كان قالوا كده ممكن ان العمليه، انما يعني كان عندهم قناعه ان العمليه سواء ايوه اعتقد قالوا ان سواء يعني تعاوننا او ما تعاوناش القرار محسوم زي ما يقولوا، يعني القرار محسوم عندهم اجهزتهم عندهم وشايفين يعني شايفين زي ما يقول يعني سحاب الحرب كان بيتجمع يعني للاسف. ومره تانية الولايات المتحده فسرت القرار زي ما هي عايزه وقامت بـ 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 بالحرب غزت العراق، وفي النهاية بعد ما دوروا على أسلحة دمار شامل ما لقوش أسلحة دمار شامل. أنت في كتابك بتقول أن الناس اللي تسببت في قتل العشرات الألاف وإصابة كل الألاف دول من العراقيين لابد من محاسبتهم. طبعا أنا ما أقدرش يعني في كذا حاجة يمكن أقولها يا خالد، يعني قصدي أما سنة 2003 أما دخلت الحرب دي وبعد كذلك فترة ما اتكلمناش عليها فترة عقوبات قاسية على العراق كل اللي أدت إليه إلا أن الشعب العراقي نفسه يضحي ومات مئات الألاف من الأطفال نتيجة غياب الدواء والأكل وغيره دي مسألة أخرى في سوء إدارة المجتمع الدولي اللي احنا شايفينه في سوريا حاليا هنتكلم عليه، إنما بدأ في العراق وما تعلمناش كذلك من اللي حصل في العراق. انما اما حصلت الحرب مجلس الامن عمل ايه؟ ولا شيء. وبعدين انا بشوف ساعات يقول لك ناس طب انت ما استقلتش، انا استقل وانا بشتغل عند مجلس الامن، انا بشتغل كنت عند الولايات المتحده، طب مجلس الامن هو اللي يستقيل، عمل ايه مجلس الامن اما الحرب حصلت دي؟ ولا اي حاجه، لان هل دي عشان دوله كبيره؟ طب واذا كان في كبير وصغير وخيار وفقوس هتمشي ازاي؟ وبعدين برضو اما بتكلمني عن المحاكمه
المحاكمة النهاردة أشوف ملوسوفيتش، أشوف عمر البشير، دول اللي يعني أفرقة في 9 قضايا في المحكمة الجنائية كلها أفرقة، وعشان كده عدد كبير من الدول أفرقة للأسف. يعني عاوزين بيقول لك المحكمة النهاردة ما يا إما ما لازم يبقى العدالة على متساوية. ما شفناش المحكمة مثلا بتعمل تحقيق إذا حصل جرائم حرب من المملكة من بريطانيا. أمريكا ماش طرف في الاتفاقية يعني عشان ما يقدروش، ما عندهمش اختصاص، ما عندهم اختصاص في إنجلترا. هل ما حصلش أي جرائم حرب من إنجلترا أثناء الحرب؟ يعني كلها دي أسئلة مطروحة، لأن إذا كنا فعلا عاوزين مجتمع نقدر نعيش فيه سوا من غير ما الحل إن إحنا نموت بعض، يبقى لازم عندي قواعد ما فيهاش زي ما نقول ما فيهاش خير وفقوس. عظيم. ده بالنسبة على مستوى المجتمع الدولي يعني. لكن حتى على مستوى الدول العربية، يعني هل كان ممكن عشان نكون برضو أمناء مع أنفسنا وإذا عايزين نحاسب الغير نحاسب أنفسنا برضو، هل اللي حصل لأنه أمريكا كانت عايزة والآخرين كانوا عاجزين أمامها؟ طب الدول العربية كان دورها إيه؟ الدول العربية كما عهدناها الحقيقة يعني في موقف المتفرج يعني على أقصى إذا أحسننا الأمور، يعني إذا أحسننا الكلام أو الوصف، الدول العربية أنا يعني الدول العربية ما زي ما نقول برضو الواقع الحقيقي أن كل القوات دي خرجت من الدول العربية. الواقع الحقيقي أنا حاولت مثلا يعني مع الرئيس مبارك في هذا الوقت اتصلت بي، وكنت المرحوم عمر سليمان كذلك اتصلوا بالعراقيين، ده ما كانش وظيفتي، إنما كمصري كعربي كحريص على إن ما يحصلش دولة تدمر اتصلوا بصدام حسين، اتصلوا برئيس المخابرات العراقية. الرد كان من عمر سليمان أنا هتصل برئيس المخابرات، مش فاكر نسيت اسمه. الرئيس مبارك كان دايما يقول إن صدام حسين ضحك عليه، وده حقيقي سنة 91 لما قال له ما تقلقش، وبعدها أظن بأسبوع دخل الكويت. وبعدين كذلك قال لي برضو إن إحنا عندنا معلوماتنا إنه عندهم أسلحة بيولوجية في المدافن. أنا دي أول مرة. واللجنة الأممية ما عرفتش تكتشف. الحقيقة دي أول مرة أسمعها وآخر مرة أسمعها. وقيلت برضو لبوش ذكرها في كتابه إنه قالها الرئيس مبارك أو عمر يعني مصر لتومي فرانكس اللي هو كان قائد القوات الأمريكية. أنا عمري ما سمعتها تاني الحقيقة. إنما مش بس يعني حصلت مؤتمر، أنا أتكلم مرتين. 91 أما دخل الكويت، هل ما كانش ممكن إن 2-3 من زعماء العرب يروح لصدام حسين قعدة عرب زي ما بنسميها، قعدة خواجات، يقولوا له اطلع من الكويت بدل ما نخش حرب؟ كانوا خايفين، كانوا بيقولوا هيكمل بعد كده، بعد الكويت هيكمل على دول عربية تانية السعودية. 2003 2002 حصل مؤتمر شرم الشيخ، برضو مؤتمر قمة عربي، اتخانقوا واتشتم، ولا بقى في وضع اللي كنا كلنا عارفين ان هيحصل حرب، كلنا عارفين ان العراق مستهدف، كلنا عارفين. ايوه كان في اقتراح للشيخ زايد انه ممكن كان في اقتراح انه صدام حسين ياخد لجوء سياسي ويعرض عليه، اظن الامارات كانت ما تحطش البند ده على جدول اعمال وتخانقوا، يعني رغم انه كان يستبعد يعني ممكن يقبلوا. النتيجه ان احنا الوضع وده ما تغيرش يا خالد، النتيجه ان احنا الانظمه السلطويه دي بتؤدي الى التهلكه سواء عندنا في العالم العربي او غيره. النتيجة إن العالم العربي، إن أنا ما أقدرش أتكلم الحقيقة يعني بوش صادق إن أنا عندي تنظيم عربي، ما أقدرش أتكلم النهاردة إن عندي مجتمع دولي في ليه مصداقية أو ليه قيم قايمة على المساواة العدالة الإنسانية. والدليل إنه التجربة مثلا مع كوريا الشمالية اللي كانت تعرف برنامجها في نفس وقت العراق، بس كانوا راحوا أبعد كتير من العراق، ما حدش عمل معه أي حاجة، وعملناهم بجوانتي يعني يا دوبك كده زي ما انت بتقول بدبلوماسيه طريه اذا كنت عاوز تقول خالص. وانما العراق اخذ على راسه. طب وايران؟ ايران ده وضع اخر كذلك. ايران برضو عشان نفسر الحاجات دي كلها، يعني ما هياش كده بتطلع زي الورده لوحدها كده، ورده شيطاني. يعني ايران اتضربت 8 سنين في حرب من العراق بتمويل من الدول العربيه وتمويل من الغرب كله عشان تحجيم الثورة الإيرانية. تتفق تختلف مع الثورة الإيرانية ده شيء آخر. إنما أما أنت بتضرب والسلاح الكيماوي استعمل من العراق ضدك، مش هتفكر تعمل تدافع عن نفسك؟ يعني أعتقد بذرة البرنامج النووي الإيراني
وقد يكون له في تفكير في هذا الوقت أنه يتحول إلى برنامج عسكري، نشأ في منتصف الثمانينات، أما ضربوا من العراق، من الغرب، من العالم كذلك. إنما الإيران وجدت، والإيرانيين وجدوا أن عشان أحمي نفسي أنا مش بعد ما صدام حسين يعني اتضرب والعراق اتبهدل، وجد أن هو مش محتاج سلاحنا، هو محتاج أن يبقى عنده فقط القدرة على أنه يكون عنده المادة اللي يصنع بها سلاح النووي. يعني يمكن مش عاوز أبسط الأمور، أهم شيء إذا كنت عاوز تبقى عندك سلاح نووي إما عندك يورانيوم أو بلوتونيوم، لو أنت تقادر على صنع أحد هاتين المادتين ممكن تعمل سلاح نووي في 6 أشهر أو سنة. فإيران قالت أنا عاوز أبقى زي اليابان، زي البرازيل، زي الأرجنتين، يعني أكون قادر أعمله لكن ما عملوش، قادر وعندي المادة إنما مش محتاج أعمله. وهذا الغرب ما كانش مقتنع بكده وكان خايف منها، كان عنده شعور انه عندهم نوايا ان هم فعلا. ايوه طبعا، والغرب برضه ما الغرب برضه خيار وفقوس، هو مش عاوز عنده نوايا، هو مش عاوز ايران يبقى عندها حتى ال- 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 المعرفه المعرفه. يعني انا ما كنت رايح جاي ما بينهم بين ايران وبين امريكا وبين كان موقف الامريكا ان لا يجب ان يكون عندهم المعرفه، ودي طبعا حتى البريطانيين كانوا بيستخدموا مصطلح البريطاني او الامريكي. بريطانيا تقول لك انا عملت برنامجي بيدوب بتدريب يعني 16 سنترفيوج بتقعد تخصيب يعني 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 معملي في اطار معملي استطعت. ايوه بتفهم القدره دي مش ممكن النهارده في القرن 21 اذا واحد عاوز يعرف ازاي مش هيعرف، انما في فرق بين برنامج على اطار معملي وبرنامج على إطار تنفيذي. على إطار تنفيذي. طب ليه قدروا يضربوا أو ليه قرروا يضربوا العراق وما قدروش يضربوا إيران أو ما قرروش يضربوا إيران؟ لا هو من حسن الحظ، إن حسن حظ إيران كذلك، لأن تداعيات الحرب في العراق خلت العالم ينتفض، وبعدين يعني العالم كله انتفض. أنا كل يوم كنت أصحى الصبح أقول إن إيران لا تشكل أي خطر، عشان كل يوم وغيري عشان ده كلفك هجوم اخر من الولايات المتحده وما كانوش عايزين ولايه ثالثه ليك. لا طبعا معلش حرب. بس لا يمكن كنت ارى لان كمان بقى حرب يعني حرب كمان تانية في ايران دي كانت خلاص بقى المنطقه خلصت، انما النتيجه ان بغباء الحقيقه في التعامل مع البرنامج النووي الايراني، انه البرنامج ده كان ممكن ينتهي من 10 سنين، كان ممكن الاتفاق اللي حصل ده ينتهي من 10 سنين. وكان لو بتبص من وجهة نظر الغرب كانت ايران ما عندهاش لسه القدرة خالص المعرفية والقدرة التنفيذية. غباء الغربي او في التعامل انها بعد 17 سنين تعمل هذا وحققت هدفها، وبالتالي كانت وضعك اكثر كريم جدا. كنا احنا بقى فين كذلك في العالم العربي؟ يعني انا هذا الاتفاق الإيراني، وده دايما احنا في تخوف من إيران، قد يكون انا في حاجتين عاوز اقولهم. تخوف من إيران لا يجب ان يكون نحطه في اطار ديني، ده تخوف في اطار نفوذ وهيمنة، لا يمكن لا يجب ابدا ان اطرحه في اطار ان ده شيعة وسنة، لان ده لا صلة له باي دين، ده لا صلة بعمليات اطماع نفوذ سياسي ونفوذ اقليمي تماما. الحاجة الثانية ان انت كان عندك 10 سنين دي ما دخلت، انت كنت يجب ان تعلم ان الاتفاق ده مش اتفاق بس على مسألة اتفاق نووي، ده اتفاق على نفوذ في المنطقة، اتفاق على تعاون في المنطقة. الايرانيين كانوا بيطلبوا من حضرتك انك توصل رسالة لبوش، لانه كان في انت بتلتقي بالرئيس بوش وبتلتقي بيهم عشان يقولوا له احنا مستعدين نتفاوض مش بس على النووي، على عدد من القضايا، على كل شيء. زي يعني ايه كل شيء؟ يعني كان بيقول لك انا مستعد له. ايرانيين كذلك اذكياء جدا وفي التعامل وفي يعني انا دايما اقول لهم انتوا عندكم ثقافة البازار بقالكم 1000 سنة، وبالتالي في المتفاوض الحقيقة درجة أولى. إنما هو بيقول لك يعني كان في إطار إنه بيحفز الغرب على التعامل معه، إن أنت إذا وصلنا لتطبيع العلاقات، أنت عارف العلاقات بينهم من سنة 53 أما شالوا مصدق رئيس المنتخب وعملية المحتجزين في 77 يعني الرهان الأمريكي. مسألة طويلة. كان بيقول لك أنا هو كان بيقول أنا لو أنت اتفقت معايا أنا مستعد إن أنا أساعدك في لبنان وأساعدك في أفغانستان وأساعدك في العراق. هو بيشتغل بيقول له أنا عندي نفوذ في المنطقة، وبالتالي الاتفاق ده يعني بوش رد عليك قالك ايه ساعتها لما قلت الوقت اللي بوش قال انا لا انا مش
أنا ما أحب أتعامل بين قائد لقائد وقائد بتاعهم خامنئي أيامها عاوز يدمر إسرائيل. يعني واضح الرد ما كانش كده، الرد أنا مش عاوز أتفاوض معه، فهذا كان لسه المازال فكر اليمين المحافظ أن أنا مش عاوز أتفاوض معه. النتيجة أنه بعد 10 سنين تأقت أن ما فيش حل إلا أنه يتفاوض معه، وتفاوض أنا في رأيي على بعد ما إيران حققت كل ما تطلبه. وإحنا كعالم عربي، أنا ببص بقى النهاردة كعالم عربي أصبحنا في موقف المتفرج يعني. بس حضرتك كنت بتنصح قادة عرب أن هم يشاركوا في عملية التفاوض يعني انت زي مين؟ في مين اللي التقيت بيه؟ خالد يعني ما فيش داعي أذكر أسامي. إنما ليه؟ طيب ما هو مهم يعني الجميع الحقيقة تكلمت معهم في أهمية أن يكونوا جزء من المفاوضات. يعني بص كوريا الشمالية أنت عرضت عليه، مين اللي كان بيقعد مع كوريا الشمالية؟ الجيران، الجيران كوريا الجنوبية، اليابان، الصين. انما انت في اتفاق في التفاوض بين ايران مين اللي كان قاعد معاه؟ الدول الخمسه الاعضاء الدائمين في مجلس الامن والمانيا. فين انت كعالم عربي؟ طب هم كانوا بيرفضوا يعني القادة العرب لما تقترح عليهم كده؟ ما بيرفضوش، ما بيدوش ورد. موقفنا العربي دائما هو موقف حد تاني هيحل لي مشكلتي، موقفي في كل مشاكلي اللي انا شايفه. يعني انا ما حد تاني، اذا كانت قضيه فلسطينيه يبقى مسؤولية المجتمع الدولي، إذا كانت إيران طب تشوفوا حد يحلها. يعني تمكين أنفسنا وأن يبقى عندنا ثقة في نفسنا أن إحنا ناخد زمام المبادرة ونفهم أن لا مش عارف لا يحك جلدك مثل ظفرك. أما نفهم دي موجود. أما نفهم دي هيبقى بداية الحل. طيب لما وصل الإيرانيين توصلوا لاتفاق مع الأمريكان، قد ايه الايرانيين اصبحوا قريبين من 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 اكتمال المعرفه اللازمه لصنع سلاح نووي اذا قرروا؟ لا هو عنده المعرفه يعني اصبح يعني نقول من يعني عنده المعرفه سنه لو عايزين لصناعه المواد النوويه تخصيب اليورانيوم، عنده المعرفه. هو الاتفاق النووي بس بيجمد البرنامج ده على حد تقريبا شبه معملي لعشر سنين. طب انا اقصد اقول لو النهارده قرروا ان هم يستأنفوا هيحتاجوا وقت قد ايه تقريبا عشان يعملوا سلاح نووي؟ بالمعرفة يعني الوصولة. هو عنده المادة عشان يسلحها في جزء تاني اسمه التسليح المادة، ما هوش ده أصعب حاجة. إنما يعني مش عاوز أقول يعني سنتين ثلاث، إنما غير طالما عندك المادة اللي ممكن تصنع بيها السلاح ما هياش مسألة طويلة. طيب ليبيا كان عندها كمان هي برنامج وكشفوه مش ليكوا للأمريكان، حتى كانوا الأمريكان قالوا لهم ما تقولوش للوكالة. ليبيا دي مسألة أخرى، ما إحنا بنشوف نماذج من الحكم غير الرشيد يعني بأي معيار، والنتيجة بس هو ممكن يكون رشيد أو غير رشيد ما إذا ما كانش إنه بتأثيره على الشعب، على الشعوب الغلبانة دي. بص النهاردة ليبيا شكلها إيه. بس هو كان فعلا عندهم برنامج؟ لا كان عنده برنامج صرف فيه بلايين، برنامج خيبان لسه كان في بداية الحقيقة، يعني في بداية لسه في زي إيه في بذرة، إنما صرف ملايين وكان في بيشتري من سوق السوداء وكان عنده إلى حد ما بعض السلاح كيماوي، لا في النووي يعني حاجة لسه في الصناديق يعني في الصناديق. وإنما أما كنت يعني أنا رحت طبعا برضو وراحوا اتكلموا أمريكا وإنجلترا 6 أشهر قبل ما يقولون، والأمريكان قالوا لهم ما تقولش الوكالة، ما تقولش الوكالة. أهو يعني ده بقول لك اسمه زمن الخداع اللي أنا بحكي لك سنوات الخداع. طيب برضه كان ليهم سلوك غريب الامريكان في ما يخص سوريا. لا انا عاوز اقول لك بس على ليبيا كمان. يعني ليبيا رحت قابلت العقيد القذافي في هذا الوقت. يعني البرنامج بتاعه ده برضه بداوا ليه؟ بداوا لانه هو ضربه مالها ليلي في برلين، فراح ريغان ضرب العزيزيه ماتت بنته المتبنى، ما بنت، فقرر ان يعمل برنامج. هتعمل بيه ايه؟ هتقدر تعمله؟ هتستعمله ضد مين؟ وبعدين اما قالوا له اذا كنت عاوز تطبع معانا شيء تسيبه لازم تتخلى عنه، تخلى عنه. صرف بقى قد ايه فلوس؟ قد ايه رؤيه؟ ايه بالتعاون مع مين؟ ما كانش حد يعرف، ولا مصر تعرف ان ليبيا برغم علاقه، مع انه رئيس مبارك كان ما عندهمش حاجه، برغم العلاقه بينه وبين مصر ما كانوش يعرفوا اي حاجه، ما كانش يعرفوا، واضطروا يبعتوا له رئيس المخابرات بتاعتهم عشان يصالحوا يعني ده اللي قالوه لي، اللي قالوه لي الليبيين. المهم يعني اما قابلت القذافي بكلمه على مثلا حلف الناتو، ابتدى اخذ قلم ورقه يكتب مين اعضاء حلف الناتو. يعني ده رئيس دوله. وبعدين كان سعيد، يعني دي يمكن حاجه حتى ما قلتهاش في كتابي، كان سعيد بتصرفات بعض الأعمال الإرهابية اللي ليبيا كانت بتعملها.
يعني احنا بنتكلم على ارهاب. احيانا في ارهاب دوله يا خالد، وكان فخور بيه اما كان بيقول لي ليبيا الصغيره، شوف ليبيا الصغيره عرفت تعمل ايه. هو عمل ايه في برنامج ما فيهوش برنامج، وفي الاخر يعني كشفوا للامريكان اعمال عارف عمليات تخريب وعمليات. المهم طيب سريعا في سوريا، كان في برنامج في سوريا؟ سوريا ما نعرفش برضو، يعني سوريا ضربوا حاجة قالوا وبعد 6 أشهر، والحقيقة يعني سوريا نفسها ولا جيت اشتكت لنا ولا هم ولا حد جه قال لنا حاجة. بعد 6 أشهر جم قالوا والله اللي احنا ضربنا إسرائيل دي، أو إسرائيل عمرها ما قالت حتى إنها ضربت. الأمريكان قالوا لنا اللي اتضرب في سوريا، اللي إسرائيل ضربته في سوريا ده كان مفاعل. طيب قبل ما تضربه يعني تقريبا مش شتمتهم يعني، قلت له طب قبل انت جاي تقول لي، جاي تقول لي افتش على حاجه اتضربت مش موجوده؟ واما رحنا كانت اتشال كل ده، وسوريا بنت مبنى جديد بالكامل مدهون لكيه جديد، افتش على ايه؟ لا يعني كلها عمليات بتستعمل المنظمه الدوليه، ما دي المشكله. اما انت عاوزها، انما عاوز تستعملها عشان تمشي تخدم غرضك. الامريكان بتتكلم عن الامريكان دلوقتي؟ لا بتكلم العموم، اللي يقدر يعني اللي قادر امريكا واسرائيل تضرب. كانوا بيحبوك قوي في الوكاله بتضرب يعني واجهوك كتير، وكانوا عايزينك تمشي اكتر من مره. مين؟ اسرائيل طلبوا رسمي كذا وزير منهم ان انا منحاز وان انا مش محايد ولابد ان انا اسيب عملي، والامريكان نفسهم كذلك قالوا الوكاله فقدت مصداقيتها وعملوا يعني شغلانه طويله ان انا عشان وما كانوش ومع ذلك في القضايا المهمه مثلا زي اللي حصل في سوريا ما كانوش حتى عايزين يدوكوا صور عشان ياكدوا خالص اي خالص. اتهامات بس حقيقه في النهايه يعني ده كان امر اداره الرئيس بوش. نعم. بعد ما جاء اوباما اول كلمني في التليفون لي اني انا طول عمري معجب بعملك. يعني الحقيقه يعني تظهر تقول ايه، الحقيقه بتفضل حقيقه يعني، قصدي ما بتروحش. أكيد. بعد الوكالة حضرتك بعد ما انتهت الفترة الولاية الثالثة ليك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت أن أنت ترجع لمصر. عودة مصر وإيه اللي كان في ذهنك وانت رايح على مصر، وإيه اللي حصل في مصر، تجربة مصر كلها هنبدأها من الحلقة الجاية إن شاء الله إذا سمحت. دي سكة تانية، دي خالص سكة تانية لازم نخوضها طبعا. أشكرك دكتور محمد. الله يخليك يا سيدي. مشاهدينا الكرام انتظرونا في الحلقة المقبلة، سنبدأ الحديث عن عودة الدكتور محمد البرادعي إلى القاهرة، وفكر ومشروع الدكتور محمد البرادعي الذي جسد لاحقا في الثورة المصرية. انتظرونا في رعاية الله.